السلام عليكم طلاب مرحلة أولى، رجعنا لكم بفيديو جديد هو توضيح للمحاضرة السابعة اللي هي المحاضرة الثانية بالكورس الثاني السابعة بالمنهج كله. مثل ما شفتوا بالفيديو السابق أو بالمحاضرة السابقة شرحنا موضوع اسمه الـ Combinational Logic Circuit، وقلنا الـ Combinational Logic Circuit راح نقسمه إلى محاضرتين. المحاضرة الأولى ليش؟ لأن الكومبينيشنال لوجيك سيركت وحتى السيكوينشال هم راح يكون محاضرتين، لأن به هواي أقسام. ذيك المحاضرة شرحنا شنو هو؟ شرحنا الهالف أدر والفول أدر والهالف سبتراكتر والفول سبتراكتر والكومباريتر. بهاي المحاضرة راح نشرح أربع أنواع اللي هي فتشي يصحوا للديكودر والإنكودر والمالتيبلكسر والدي مالتيبلكسر. تمام، هذا عنوان احنا محاضرتنا، ديكودر والانكودر والمالتيبلكسر والدي مالتيبلكسر. هاي نوع من انواع الكومبينيشنال لوجيك سيركت. طبعا بقى طلاب بالمناسبه هاي الشغلات اللي بدنا نشرحها هسه اللي هي الهالف ادر والفول ادر والهالف سبتراكتر والفول سبتراكتر والديكودر والانكودر والمالتيبلكسر والدي مالتيبلكسر، وبالمحاضرات الجايه راح نشرح اللاتش والفليب فلوب والشيفت ريجستر. هاي هي اساس اللوجيك، يعني اساس الالكترونيك، اساس الالكترونيكس منا الى ان تتخرجون، وحتى ورا التخرج اللي يريد يكمل دراسات عليه او اللي يريد يشتغل بمشاريع الالكترونيك وغيرها وي هاي الامور كلش يحتاجها. فمحاضره سهله وبسيطه وراح نبلش بيها. طبعا الديكودر والانكودر هن واحد عكس الاخ، والمالتيبلكسر والدي مالتيبلكسر هم يعني واحد عكس الاخ. خلينا نشوف هن شنو من شنو يتكونن، شنو سالفتهن، فتابعونا. طبعا الديكودر هو عباره عن يحول باينري انفورميشن الى فتشي يصيحوا له يونيك اوتبوت. يونيك اوتبوت شنو شو يقصد باليونيك اوتبوت؟ يونيك اوتبوت معناته اوتبوت فريد، او يعني فريد من نوعه. طبعا بالمناسبه الديكودر هاي معروفه، الديكودر الانبوت مالته ان، الاوتبوت مالته 2 اس ان. يعني اذا الانبوت مالته 2 الاوتبوت مالته 2 اس 2 4، اذا الانبوت مالته 3 الاوتبوت مالته 8. تمام، الاوتبوت مالته 8. زين، خلينا نجي هنا نشرح لكم شويه. يعني الانبوت مالتي ان، هذا انبوت انبوت، او طبعا هو الانبوت هيك يصيح له والاوتبوت هيك يصيح له. تمام، خلي نكتبها عدل. هاي الانبوت وهاي الاوتبوت. فذا الانبوت مالتي ان الاوتبوت مالتي 2 اس ان، يعني اذا الانبوت 2 الاوتبوت 4، اذا الانبوت 3 الاوتبوت ايش قلت 8، اذا الانبوت 4 الاوتبوت 16 اند سو اون، وهكذا. زين، خلي نفرض عندي هنا اربع ديفايزات، ديفايز اي ديفايز بغض النظر، هذا دي 1 هذا دي 2 هذا دي 3 هذا دي 4. هذا الجهاز الاول، الجهاز الثاني، الجهاز الثالث، الجهاز الرابع. زين، عندي اربع اجهزه. هاي الاربع اجهزه اريد اختار واحد منهم بس يشتغل، واحد منهم بس يشتغل. طبعا بالمناسبه الديكودر اذا ابو الاثنين فهيج راح يكون، هاي اثنين والاوتبوت مالتي قلنا اربعه، اذا ابو الثلاثه فهنا عندي ثلاثه والاوتبوت مالتي ثمانيه. تمام، هاي يصحوا لها انبوت عادي، يعني احنا عادة نرمز لها انبوت 0 انبوت 1، وهذا شنو؟ هذا اوتبوت 0 اوتبوت 1 اوتبوت 2
اوتبوت 3. هنا انبوت 0 1 2، يعني عندي 3 انبوت، وهنا الاوتبوت من الصفر للسبعه اللي هن 8، يعني عندي 8 اوتبوت. خلي نفرض وينها، خلي نمسح هاي، لا خلي نمسح هاي بعد ما تفيدنا. خلي نفرض عندي هاي الاربع اجهزه 1 2 3 4، هاي الاربع اجهزه مربوطات ويا ذني الاربع اوتبوت، كل لاين رايح الجهاز. المهم الديكودر فكرته شنو؟ فكرته شنو؟ ايش دا يقول؟ دا يقول convert الباينري انفورميشن from n اللي هو الانبوت مالتي to maximum 2 اس n، يطلع لي يونيك اوتبوت، يعني باعه. من ادخل طبعا هنا بما انه عندي 2، يعني ايش راح يصير للتروث تيبل مالتي؟ اما 0 0 او 0 1 او 1 0 او 1 1. ايش ده يقول؟ ده يقول اذا دخلت 0 0 هذا اللي راح يشتغل، يعني هذا راح يكون قيمته 1 والبقيه اصفار. اذا دخلت 0 1 هذا راح تكون قيمته 1 والبقيه كلها اصفار. اذا دخلت 1 0 هذا راح تكون قيمته 1 والبقيه كلها اصفار، واذا 1 1 هذا راح تكون قيمته 1 والبقيه كلها اصفار، حسب التروث تيبل الاتي. باعوا؟ من ادخل 0 0 هذا اللي هو الاوتبوت 0 راح يكون 1 والبقيه كلها اصفار. من ادخل 0 1 الاوتبوت الاول راح يشتغل اللي هو هذا والبقيه كلها اصفار، وهكذا. فلذلك اذا اني مثلا اذا رجعنا على المثال مالتنا، زين اذا ربطت هذني الاربع الاجهزه، هذني الاربع اجهزه ربطتها ويا ذني الاربع اوتبوت، خلينا نقول هذا الجهاز يشتغل من يجي واحد، وهذا يشتغل من يجي واحد، وهذا يشتغل من يجي واحد، وهذا يشتغل من يجي واحد. طبعا هن مال يجي واحد اكثر من جهاز ما ممكن. زين اذا اريد اشغل هذا الجهاز الثاني فايش راح اعطي؟ انطي 0 1، لان 0 1 راح يشغل لي هذا والبقيه كلها اصفاره. فلذلك انا الانبوت مالتي هذا وينه؟ الانبوت انبوت 0 انبوت 1 0 0 0 1 1 0 1 1، هذا يشغل لي شنو؟ الدي 1 اللي هو هذا الديفايس الاول، هذا يشغل لي الدي 2، هذا يشغل لي الدي 3، والاخير يشغل لي الدي 4. من اقول يشغل لي دي واحد يعني شنو؟ يعني هذا دا تشوفون هذا الاوتبوت قيمته واحد والبقيه اصفاره. من اقول يشغل الثاني هذا يعني هذني اصفاره وهذا واحد. من اقول الثالث اللي هو هذا يعني هذا صفر صفر واحد صفر. من اشغل الرابع هذني الثلاث اصفاره وهذا واحد. تمام؟ هذا هو الديكودر. اذا الديكودر هو شنو؟ يحول لي الباينري انفورميشن من انبوت ان الى اوتبوت 2 اس ان، وكل اوتبوت ياخذ قيمه تختلف عن الثانيه، يعني يونيك، فشي فريد. هذا الاوتبوت ما يشبه هذا، هذا ما يشبه هذا، هذا ما يشبه هذا، وهكذا. حتى لو عندي 8 اوتبوت، لو عندي 16 اوتبوت، لو عندي 32 اوتبوت، كل اوتبوت راح يكون فريد يختلف عن الاوتبوت اللي بعده. تمام؟ زين باعوا هذا ابو ثلاثة في 8، ثلاثة انبوت اكس واي زد 8 اوتبوت اللي هو من الدي 0 للدي 7، يعني عندي 8 اوتبوت. زين من انطي 0 0 0 هذا راح يكون 1، هذا تشوفوا هذا الدي 0 هذا راح يكون 1 والبقية كلها اصفار. تمام؟ زين من انطي 1 0 0 هذا راح يكون 1 والبقيات كلها اصفار. هاي
الايرون ده تشوفون، وهكذا الى النهايه اوصل اخر شيء من انطي واحد 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 راح يشتغل هذا، والباقيات كلها مصفاره، يعني راح يشتغل هذا والباقيات كلها مصفاره، تمام. فهذا هو الديكودر، هذا هو الديكودر. طبعا بعض انواع الديكودر، بعض انواع الديكودر بعض انواع الديكودر مو هذا الديكودر، خلينا ناخذه بالاثنين، هذا اثنين انبوت اربعه اوتبوت، وقلنا اذا اريد اشغل هذا اعرف شطب الانبوت، اذا اشغل هذا اعرف شطب الانبوت، وهكذا. شو يخلون بعض الديكودر يخلون هنا فشي يصيحوا له انيبل. هذا الانيبل شنو معناه؟ اذا يشتغل هذا الانيبل، اذا هذا الانيبل يشتغل هذا كله راح يشتغل، وش انطي بالانبوت حسبه يطلع لي بالاوتبوت. اذا هذا الانيبل ما يشتغل، هذا الانيبل ما يشتغل، لوش ما انطي بالانبوت ما راح يشتغل الجهاز كله، ما راح اشتغل الجهاز كله. هاي فائده فشي يصيحوا له الانيبل، الانيبل. لذلك الانيبل هو شنو فائدته؟ يتحكم بالاي سي مالتي كله انه اقدر اشغله او ما اشغله. يعني طبعا بالمناسبه الانيبل يشتغل اما اكتف لو او اكتف هاي. الاكتف لو هو طبعا راح يكون هيج، والاكتف هاي اللي يكون هيج. يعني هذا من انطي صفر يلا يشتغل، وهذا من انطي واحد يلا يشتغل. زين هذا قلنا شنو انطي واحد يشتغل. زين اذا اعطيته صفر ما راح يشتغل، يعني هنا بالانبوت ايش قد ما اخليه بالاوتبوت كل شيء ما يطلع، كل شيء ما يطلع، ما كل شيء ما كل شيء ما يطلع. زين هنا يشتغل بالصفر، اعطيته صفر يشتغل الاوتبوت اللي اريده، انا عندي أربعة اللي اريده. اذا انطيته واحد كل شيء ما يشتغل، كل شيء ما يشتغل، يعني يصير كأنما جماد. فهذا شيء يصيحوا له، يصيحوا له decoder with enable. ال decoder with enable هذا الشرح مالته طبعا بالمحاضرة، هذا decoder with enable. شوفوا هذا 2 to 4 2 to 4 decoder with enable، decoder with enable. يعني هذا شلون شكله صاير؟ هي صاير هذا 2 وهذا 4 وهذا الانيبل مالتي. ايش ده يقول؟ ده يقول اكو انيبل يصيحوا له اكتف لو، يعني هذا الا انطي للانيبل صفر يلا هذا يشتغل. واكو انيبل شي يصيحوا له؟ يصيحوا له الاكتف هاي، اكتف هاي. الاكتف هاي شنو هو؟ من انطي واحد يشتغل. زين من انطي واحد يشتغل. بالمناسبه الاكتف لو باعوا هاي نقطة حيل مهمة، اريدكم تنتبهوا لي اياها، هاي نقطة حيل مهمة. احنا قبل شوية كنا دا نشتغل كله اكتف هاي، يعني من انطي صفر صفر هذا راح يكون واحد والبقية كلها اصفار، من انطي شنو صفر واحد راح يكون هيج، من انطي واحد صفر هذا راح يكون هيج، ومن انطي واحد واحد هذا راح يكون هيج. قد يكون اكتف لو، اكتف لو معناته شنو؟ من انطي صفر صفر هذا يكون صفر والباقيات يكونن وحدات. يعني هنا من اللي راح يشتغل عندي هذا، هنا من اللي راح يشتغل عندي هم هذا اشتغل، هم اول واحد هم الاوتبوت الاول، بس شنو اشتغل؟ اشتغل بالصفر. انت ما يفرق عندك، انت ما يفرق عندك، مجرد التروث تيبل راح يصير هيك. هناك ايش كان التروث تيبل مالتنا؟ هيك 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.
هنا ايش راح يصير؟ طبعا هاي هسه طلعها من بالك، ايش راح يصير؟ راح يصير هيك 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0. يعني هنا دا يشتغل بالصفر، هنا دا يشتغل بالواحد. هاي هو هاي باللوجيك عندنا، باللوجيك ترى الصفر والواحد اللي هي قيم فولتيه. هاي طبعا بالمناسبه العام، العفو السنه الجايه مرحله ثانيه بماده المعماريه ان شاء الله انا اجيكم بها اذا الله انطانا عمر واذا بقينا وياكم. السنه الجايه هاي بالمعماريه ناخذها بالتفصيل. ترى هاي الصفر والواحد ترى هي عباره عن فولتيات لها قيم، يعني صحيح هي هاي صفر بس إلى فولتية إلى قيمة، وهذا صحيح واحد بس إلى قيمة، يعني مو معناته صفر ما إلى ولا قيمة. فلذلك دائما أكو أجهزة تشتغل بالصفر وأكو أجهزة تشتغل بالواحد. فأني إذا أكو أجهزة تشتغل بالواحد أستخدم هذا النوع، إذا أكو أجهزة تشتغل بالصفر أستخدم الأكتيف لو. تمام؟ فنرجع هنا لمحاضرتنا. هذا تشوفوه باعوا، هذا إنيبل، هذا ديكودر 2 في 4 2 انبوت اوتبوت 4 بي انيبل، بس هذا الانيبل يشتغل بالصفر، يشتغل بالصفر. فباع هنا ايش دي يقول؟ دي يقول اعطيناه واحد، اعطيناه واحد. ما طول من طي واحد ايش دي يقول؟ دي يقول ايش تخلي بالانبوت. مده تشوفون هاي دونت كير، دونت كير يعني معناته تخلي صفر او واحد. ايش دي يقول؟ دي يقول ايش تخلون بالانبوت هو ما راح يشتغل. للتذكير الاكتيف لو يشتغل بالصفر، فما طول طلع لي اربع وحدات يعني كل شيء ما يشتغل، كل شيء ما يشتغل. زين هذا الانيبل خليت له صفر، لا هسه راح يشتغل. من انطي صفر صفر راح يشتغل هذا، من انطي صفر واحد راح يشتغل هذا، وهكذا وهكذا. تمام، هذا هو الديكودر. زين اجاك واحد ايش قال لك؟ قال لك اريد تصمم لي ديكودر، اريد تصمم لي ديكودر خلي نفرض هيك 4 في 16. 4 في 16 يعني شنو؟ يعني 4 انبوت و16 اوتبوت. زين ايش يقول لك؟ يقول لك اريدك تصمم لي، اريدك تصمم لي. هذا طبعا يعني احنا دائما نختبر الطلاب، نجيب لهم هيك نوع من الاسئله. اقول لك اريدك تصمم لي 3 في 3 العفو 4 في 16 باستخدام، باستخدام 2 اللي هو 3 في 8. يعني اجيب ديكودرات 2 هم 3 في 8، 3 انبوت وثمانية اوتبوت، اجيب ذني ديكودرات بس اريد المحصلة النهائية يطلع لي شنو؟ 4 في 16. 4 في 16 خلني نجي نشوف هاي شلون نحلها. باعوا هاي وين؟ مو اجيب هذني الثلاثة، هذا 3 في 8 اللي هو هذا اكس واي زد، هذا يطلع لي من الصفر للسبعة. اجيب هذا الاخ ونفسها هاي الاكس واي زد نفسها اربطها هنا، وهذا ايش راح يطلع لي؟ هم 8 اللي هو منين؟ من 8 لل 15، من الصفر لل 15 يعني 16. بس ايش اسوي؟ اربطهم اثنين بنفس الانيبل. يعني شلون؟ هذا الانيبل، هذا الانيبل، هذا انطي هنا واحد، خلينا نفرض هذا منطيت واحد، هنا ايش راح يوصل؟ راح يوصل صفر، هنا ايش راح يوصل؟ واحد. زين ناش راح يوصل؟ راح يوصل صفر بواحد. هذا يشتغل شنو؟ اكتف هاي، اكتف هاي يعني من انطي للانيبل واحد يلا يشتغل، من انطي للانيبل واحد يلا يشتغل. زين هنا بهيج حاله من انطيت واحد هنا وصل واحد وهنا وصل صفر، فش راح يشتغل؟ راح يشتغل هذا، هذا ما راح يشتغل. بعدين انطي صفر، من انطي صفر هنا ايش راح يوصل؟ راح يوصل صفر، وهنا ايش راح يوصل؟ راح يوصل واحد. فهذا راح يشتغل،
وهذا شبيه راح يطفي. فهنا من هذا اشتغل اشتغلن عندي اللاينات من الصفر للسبعة وهذا طافي، بعدين شنو هذا طفى، اشتغلن اللاينات من لهنا وهكذا حسب هذا باعه. شغلت هذا اول واحد، اشتغلن عندي هاي من الصفر للسبعة اللي هن ثمان لاينات، بعدين طفى هذا اشتغل هذا، اشتغلن عندي ذني اللي هن من الثمانية للخمسطعش اللي هو 16. هذا شلون احصل او شلون اصمم 4 في 16 باستخدام 2 ام الثلاثة في 8. هاي وين 2 ام الثلاثة في 8. هاي اخاف يجيك سؤال صمم سوي ما ادري شنو هذا وهكذا. تمام. اذن الملخص لما ياتي شنو الديكودر، هو شنو عبارة عن انبوت ان اوتبوت 2 اس ان. اكو انواع من الديكودرات يستخدمونها انيبل، اذا هذا الانيبل اكتيف ممكن يشتغل بالصفر وممكن يشتغل بالواحد بغض النظر. اذا هذا اكتيف الديكودر راح يشتغل، اذا مو اكتيف الديكودر راح يكون طافي. لوش ما اخلي بالانبوت ما طول الانيبل مو شغال، هذا طبعا يعتبروه نوع من انواع الكنترول، اسيطر على الشيب مالتي. تمام، اسيطر على الاي سي مالتي. زين، هنا عندي يونيك اوتبوت. يونيك اوتبوت يعني شنو؟ بس صفر صفر يشتغل هذا، بس صفر واحد يشتغل بس هذا، وهكذا هيك. زين، هسا عندي موضوع اسمه الانكودر. الانكودر باعوا الانكودر بالضبط، شلون تفهمه؟ عكس الديكودر. هاي نقطة صفر، الانكودر عكس الديكودر يعني شنو؟ يعني كالآتي، عندي انبوت 2 اس ان واوتبوت ان، فاذا عندي انبوت 4 الاوتبوت مالتي شنو؟ 2، وهكذا. اذا عندي انبوت 8 اوتبوت مالتي 3، وهكذا. هذا شنو؟ هذا الانكودر. فالانكودر حسب ما نشوف بالمحاضره مالتنا ايش مكتوب؟ مكتوب هنا تشوف انفيرس اوبريشن اوف ديكودر، يعني هو عكس عملية ديكودر. فالإنكودر إذا عندي 2 أس إن أنبوت، الأوتبوت مالتي إن أوتبوت. تمام؟ هذا التروث تيبل مالتي. باع. من عندي صفر وكل وحدات هنا راح يكون صفر صفر صفر، يعني نفس التروث تيبل القديم بس بالعكس. مو احنا هنا كنا نقول مثلا صفر صفر يطلع هيك يشتغل بس اول واحد، مو ومن صفر واحد يشتغل هذا ثاني واحد، ومن واحد صفر يشتغل هيك. هنا نفس الشيء، هاي وين هن ذني الاربعة. من انطي واحد صفر 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 الاوتبوت مالتي راح يكون صفر صفر اللي هو هاي، لان هناك كان هذا انبوت هذا اوتبوت، هنا بالعكس هذا انبوت هذا اوتبوت. فنفس الشيء، من انطي 0 1 0 0 ايش راح يطلع لي الاوتبوت مالتي؟ 1 0. من انطي 0 0 1 0 الاوتبوت مالتي ايش راح يطلع؟ 0 1، وهكذا. من انطي الحاله الاخيره اللي هي 3 0 1 ايش راح يطلع لي؟ 1 1، وهكذا. تمام، هاي وين هاي وين. اوكي زين، واحد قد يسأل سؤال يقول يابا اذا اجاني بالانبوت 2 اكتف مو واحد اكتف، احنا هسه كل اللي شفناه هاي تشوفون هنا هذا السطر بي بس هذا شغل، هذا بي بس هذا بي بس. يقول يابا يعني افرض انا اجاني انبوت
لا عندي اثنين بيهن اكتف، ما هنا مثلا واحد وهنا واحد، ابيك حاله شلون؟ هذا ما يصير، هذا معناته اكو خطأ، اكو خطأ. طبعا بالبدايه العلم كان مو متطور، فكانوا يعتبرون خطأ. بعدين اخترعوا فتشي يصيحوا له برايورتي انكودر. هذا البرايورتي انكودر هذا شنو شغلته؟ يحل اذا اجاني اكثر من انبوت قيمته واحد، اذا اجاني اكثر من انبوت قيمته واحد. هذا اذا اجاني اكثر من انبوت قيمته واحد معناته شنو؟ معناته اختار، معناته هذا اذا اجاني اكثر من انبوت قيمته واحد معناته اختار اعلى واحد والبقيه كلهم يهملون. اختار اعلى واحد، هاي اذا تشوف هنا أنا يقول لك هايست، يعني هايست انبوت اكتف وين، يعني باعوا. هذا تعبير يعني مو علمي، بس وانما تعبير صحيح، يعني هو اعلى واحد هو اللي راح يفوز. فهذا هو شغلة البرايورتي انكودر. يعني شلون باعوا هذا البرايورتي انكودر؟ اجيب شيء اسمه برايورتي انكودر. هذا طبعا البرايورتي انكودر بالضبط هو نفسه، هو انكودر. مثلا خلينا نفرض هذا 4 انبوت و2 اوتبوت، باعوا. اذا هنا اجاني اكتف واحد ما عندي مشكله، الاوتبوت ماشي وطيب الامور وشغاله. بس اذا اجاني اثنين اكتف، باعوا. خلينا نفرض اجاني 0 1 1 0، اجى هو دا يشيك هو شلون يشتغل، يبدي هيك يشيك. صفر ما عنده مشكله، واحد هو بالحالات الطبيعيه من يلقى 0 1 المفروض ذني الاثنين صفاره، زين 0 1 0، والانبوت ايش راح يصير؟ الاوتبوت العفو ايش راح يطلع؟ راح يطلع المفروض 1 0، زين. اجى هنا دا يشيك لقى هناهم اكو واحد لاخ، زين هاي شلون؟ فعادة من يبدي يشيك من فوق ياخذ اعلى قيمة والباقيات كلهن يهملهن قبل. يعني اجى دا يشيك، خلينا نفرض ابو الثمانية لقى هيج، هاي 4 هاي 4، مو اجى دا يشيك لقى هنا واحد وهنا هم اكو كم واحدات، راح يعتبر هذا واحد ذني الباقيات كلهن يعتبرها نصف عارة. ياخذ هذا، زين. اذا كان هيج نفس الشيء، يجي يشيك ياخذ اعلى واحد والباقي يعتبره صفر، وهكذا. هذا يصيحوا له البرايورتي انكودر. طبعا هذا ايضا ان شاء الله اذا الله طانا عمر، وان شاء الله توصلوا مرحله ثالثه. بمرحله ثالثه هذا موضوع كامل على البرايورتي انكودر، تمام. لذلك بقى انا طلاب، انا ليش دا اقول لكم هاي الكومبينيشنال لوجيك سيركت والسيكوينشنال لوجيك سيركت، او هي ماده اللوجيك بصوره عامه، ماده جدا مهمه في اختصاص هندسه تقنيات الحاسبات. ليش؟ لان انت دا تشتغل، هو هذا 0 1 هو هذا اساس الكمبيوتر ماتك، هو هذا اساس الكمبيوتر ماتك، اللي هي هاي الجيتات والهالف ادر والانكودر والديكودر والمالتيبلكسر والفليب فلوب واللاتش، هي هاي اساس الحاسبات. هي الحاسبه مصنوعة من هذا الشيء، هي الإلكترونيك مصنوع من هذا الشيء. فلذلك هاي كل ما راح تفهموها بقية المراحل الجاية إن شاء الله راح تكون سهلة عليكم. هسه أخذنا مصطلح الإنكودر والديكودر، هسه راح نجي ناخذ مصطلح في الشيء صحيح له المالتيبلكسر والدي مالتيبلكسر. المالتيبلكسر والدي مالتيبلكسر همين هن واحد عكس الآخر. شنو هذا المالتيبلكسر؟ شنو هذا الدي مالتيبلكسر؟ باعوا الملتيبلكسر يكون كالآتي. خلنا نفرض هي، طبعا بالمناسبة الملتيبلكسر المختصر مالته هيجي MUX. من أقول لك MUX معناته ملتيبلكسر، من أقول لك DMUX هذا معناته دي مالتيبلكسر. شنو المالتيبلكسر؟ شنو دي مالتيبلكسر؟
ايش ده يسوي؟ ذكاء الآتي. طبعا بالمناسبة رسم المالتيبلكسر ورسم الدي مالتيبلكسر باعه، المالتيبلكسر هيك يا رسم، هذا الانبوت هذا الاوتبوت هذا الانيبل، الدي مالتيبلكسر هيك، هذا الانبوت هذا الانيبل هذا الاوتبوت، تمام. خلينا نجي نشوف شنو هذا المالتيبلكسر وشنو هذا الدي مالتيبلكسر. بقى المالتيبلكسر هو شنو؟ نختار انبوت من عدة انبوتات عندي، نختار انبوت من عدة انبوتات عندي ونطلع اوتبوت واحد، نطلع اوتبوت واحد. يعني هذا فتشي شي يصيحوله، يصيحوله سلكت سلكت سلكت، تعرفون يعني ترجمة كلمة سلكت معناتها اختيار. هذا انبوت صفر وهذا انبوت واحد، وعندي عندي هنا اوتبوت واحد، يعني هو بس اوتبوت. زين، هذا سلكت. هذا الانبوت صفر ايش قد قيمته؟ صفر واحد ما ادري وما يهمني بصراحه. هذا الانبوت الاول ايش قد قيمته؟ صفر واحد هم ما ادري وهم ما يهمني. انا هنا مو عندي سلكت، اذا اريد الانبوت صفر يطلع هنا انطي صفر، واذا اريد الانبوت واحد يطلع هنا انطي واحد. فلذلك التروث تيبل هيك راح يصير، هذا السلكت وهذا الاوتبوت. اذا السلكت صفر بالاوتبوت ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي الانبوت زيرو. واذا السلكت واحد بالاوتبوت ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي عندي الانبوت واحد. هذا شلون استفاد منه باعه؟ افرض هنا عندي ديفايز رقم واحد وهنا عندي ديفايز رقم اثنين. هاي الديفايزات ادخلها مالتيبلكسر وهنا عندي سويتش. خلينا نفرض هيك يعني، لا على تعين، نفرض هذا طابعه وهاي شاشه، اريد اشغل اما الطابعه او الشاشه. المهم اذا اعطي صفر هذا الديفايز الاول راح يشتغل يطلع لي هنا، واذا اعطي واحد الديفايز الثاني راح يشتغل يطلع لي هنا. هو هذا المالتيبلكسر. زين، اذا عندي مالتيبلكسر ابو الاربعه، يعني اربعه انبوت واحد اوتبوت، بقى احنا متفقين اني بالاوتبوت بس واحد اقدر اشغل، ما اقدر اشغل اكثر من واحد. زين، اذا عندي اربعه انبوت هنا راح يكون عندي سويتش ابو الاثنين، فهذا يصيحوا له سويتش صفر سويتش واحد كالاتي، هذا الاوتبوت، هذا سويتش صفر سويتش واحد. إذا صفر صفر راح يشتغل هذا، هذا يجي هنا، فهنا ايش راح يصير عندي؟ انبوت زيرو، هذا خلينا نسميه انبوت زيرو، واحد اثنين ثلاثة. إذا صفر واحد راح يشتغل لي الانبوت الأول، إذا واحد صفر راح يشتغل لي الانبوت الثاني، وإذا واحد واحد راح يشتغل لي الانبوت الثالث، وهكذا. تمام. اذا عندي 16 انبوت او 8 انبوت يعني استخدم 3 سويتشات، وهكذا. هو هذا المالتي بلكسر اللي هو هذا بالمحاضره مالتنا. بقى هذا هو المالتي بلكسر، شوفوا هذا ابو الاثنين اوتبوت واحد، طبعا حتى ابو الاربعه اوتبوت واحد، حتى ابو الثمانيه اوتبوت واحد، وهذا السلكتر. من صفر يشتغل انبوت زيرو، من واحد يشتغل انبوت واحد، يعني مو يشتغل انبوت واحد، اللي موجود هنا يجي هنا. ايش قد موجود هنا؟ يجي هنا. موجود واحد يطلع لي واحد، موجود صفر يطلع لي صفر، وهكذا. نفس الشيء بالنسبه لهاي الاربعه، هاي صفر صفر ايش موجود هنا؟ ايش موجود هنا؟ يطلع هنا.
صفر واحد إيش موجود هنا يطلع هنا وهكذا. تمام؟ هذا شنو؟ الملتيبلكسر. الدي ملتيبلكسر، الدي ملتيبلكسر، أو قبل ما نروح على الدي ملتيبلكسر، قبل ما نروح على الدي ملتيبلكسر، إذا أريد مثلا شو أقول لك؟ أقول لك ديزاين بقى هنا، هذا سؤال ديزاين 8 في 1 يعني شنو؟ 8 انبوت باستخدام 4 في 1 و2 في 1، باستخدام 4 في 1 و2 في 1 يعني استخدم ابو 4 في 1 و2 في 1. وش قد ما تريد تستخدم عدد استخدم باع. نزغرها شوية على مود تطلع واضحة. شوفوا هذا 4 في 1 عادة، تشوفون هذا select، طبعا هنا قايل A B وعادي اللي هو هذا select 0 select 1. هذا مثلا 0 0 ايش راح يشتغل؟ راح يشتغل هذا او اللي موجود هنا يطلع هنا، بس هو هذا وين مربوط؟ رايح لهنا، رايح لهذا اللي هو 2 في 1. زين هذا ال 2 في 1 هذا من اكتيف، العفو هذا من صفر، هذا يجي هنا يجي هنا يطلع هنا من 1، هذا يجي هنا يجي هنا يجي هنا. فانا هنا ايش حصلت؟ هو هذا صحيح 4 4 في 1 صحيح 4، بس هاي الأربعة رايح كل واحد منها الى 2، فهاي باعوا 1 2 1 2 1 2 1 2. فاني هنا ايش قد عندي؟ عندي 8. فاني هنا بالمحصله النهائيه صممت 8 في 1 باستخدام 2 في 1 و4 في 1. هاي انتبهوا لها، خاف يجيكم هيك سؤال. تمام؟ الدي ملتيبلكسر هو بالضبط عكس عمليه الملتيبلكسر. يعني شنو عكس عمليه الملتيبلكسر؟ يعني عندي انبوت واحد وعندي سلكتر وعندي اوتبوت اثنين، اذا عندي اثنين سلكتر يعني عندي اربعه اوتبوت، وهكذا وهكذا. تمام؟ يعني عدد السلكتر ان، عدد الاوتبوت اثنين اس ان، فاذا واحد يعني اثنين، مو لان اثنين اس واحد اثنين، واذا اثنين يعني اربعه، وهكذا. تمام؟ هنا باع، خلنا نفرض، شوفوا هذا، او خلنا نجي هنا نشرحها احسن. خلنا نفرض هنا عندي قيمه، عندي قيمه 9 او مو 9، خلنا نذكر هسه عندي هنا قيمة رقم معين، عدد معين. هذا العدد ايش قد قيمته؟ x، y، z، ما ندري ايش قد. مو مشكلة. هذا العدد وين تريد تطلعه؟ هنا، لو هنا، لو هنا، لو هنا. إذا أنطي 0 0 القيمة هاي راح تطلع لي هنا. إذا أنطي 0 1 هاي القيمة راح تطلع لي هنا. إذا أعطي 1 0 هاي القيمة راح تطلع لي هنا. إذا أعطي 1 1 هاي القيمة راح تطلع لي هنا. وهكذا. تمام؟ باعوا هنا خليت لكم فد صورة حلوة. هاي يصحوا لها تايبكال ابلكيشن اوف الدي ملتيبلكسر، وهذا الملتيبلكسر باعوا. هاي حاسبة. الحاسبة هاي اللي هي السورس، وهذا السلكت، هذا طبعا شنو؟ دي ملتيبلكسر، انبوت واحد اكثر من اوتبوت، وهاي عندي اربع اجهزه هنا. شنو هاي الاربع اجهزه هنا؟ طابعه ليزريه وفاكس، طبعا اذا ملحقين على الفاكس او سامعين بي، ولو يعني انتم المفروض اغلبكم سامعين بهذا الشيء. هذا طابعه بس ملونه، هاي طابعه ليزريه، وهذا بين بولتر.
اللي هو مال التلوين ما ادري شنو. زين انت شو تريد يشتغل؟ هنا ما لي علاقه، هنا باعوا، هنا قيمه ثابته، هنا خلينا نفرض واحد، لان خلينا نفرض هذا يشتغل واحد، هذا يشتغل من يجي واحد، وهذا وهذا وهذا. زين انا يوم من ذني اريد اشغل، اريد اشغل هاي، هنا شنطي انطي 0 0، اريد اشغل هاي الفاكس اعطي 1 0، اريد اشغل الكلر برينتر اعطي 0 1، اريد اشغل البين بولتر اعطي 1 1. فانا من انطيت مثلا 1 1 هذني كلها راح يطفن، وهاي الواحد راح تجي هنا راح توصل لهنا، هذا راح يصير اكتف راح يشتغل هذا، وذني كلها ما راح يشتغلن وهكذا. هذا شنو الدي مالتيبلكسر؟ المالتيبلكسر عكس ذاك، عندي هنا اكثر من جهاز 4، وعندي هنا اوتبوت 1، بس ما اقدر اشغلهن 4 بوكت واحد، لازم اختار بس واحد منهم. اذا اريد اشتغل الام بي 3 راح انطي 0 0، اذا اريد اشغل اللابتوب اعطي 1 0، اذا اريد اشغل الساتلايت انطي 0 1، اذا اريد اشغل التلفزيون انطي 1 1. هذا بكل مختصر ما هو المالتيبلكسر والدي مالتيبلكسر. لهنا خلصنا وياكم المحاضرة الثانية بالكورس الثاني اللي هي تكملة للكومبينيشنال لوجيك سيركت، وانتظرونا بالمحاضرة الجاية اللي هو راح نعبر على موضوع يصحوله السيكوينشنال لوجيك سيركت. طبعا طلاب بدون تعلوم المحاضرات مالتكم اسحبوها خلوها قدامكم وافتحوا الفيديو بالحاسبة، كبروا الفيديو سووه فول سكرين والزم ورقه وقلم وانش احكي اكتب على الملزمه على مود تفهمها، واي سؤال اي استفسار احنا موجودين تقدر تسالونا باي وقت. تحياتنا لكم.